اهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناه الحريه في كل مكان في العالم وحلقه جديده متجدده من برنامجكم ابيض من تاني. النهارده هنكون بنكمل في الحلقه الثانيه من دراسه مرض اسمه قله التركيز او ضعف التركيز والحركه المفرطه يعني ده الاسم بتاعه هو اسمه ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder علشان خاطر الناس اللي بيشوفونا من كل حته في العالم، وكنا وقفنا المره اللي فاتت عند ازاي نقدر نعمل التشخيص دوت، وفي الحقيقه انا محضر لحضراتكم النهارده جدول مجموعه من الاسئله حوالي 18 سؤال موجودين على سكيل معين، السكيل دوت حضرتك او حضرتك تقدر انك انت تعمله لحضرتك او لاولادك علشان خطر تقدر تعرف بالضبط لو في التشخيص دوت ممكن يكون مصاحب لأي حاجة أو أي مشكلة من المشاكل اللي اتكلمنا أو هنتكلم عنها في الحقيقة ده كله بنعمله في إطار سلسلة جديدة السلسلة دي عن الذاكرة وعن النسيان عن فقدان التركيز ويمكن أخذت حلقات حضراتكم تقدروا تشوفوها على اليوتيوب اللي من خلالها بنبني على الحلقات واحدة ورا الثانية عشان كده أنا بشجع لحضراتكم اللي بيشوفوا الأول مرة إن هم يراجعوا الحلقات اللي فاتت في موضوع الذاكرة أو النسيان ودي بتبقى ماشية في سلاسل بحسب الموضوع وده استجابة للي حضراتكم بتبعتوه إن إحنا نقدر نجاوب على أسئلة كتيرة كان في كتير بيسألوا على موضوع الامتحانات والتركيز والنسيان وغيره وغيره في السنين العمريه المختلفه. عشان كده احنا بنعمل السلسله دي، السلسله دي سلسله طويله مش سلسله قصيره. وموضوع الاي دي اتش دي او قله التركيز والحركه المفرطه ده موضوع اعتقد ان احنا حتى مش هنقدر نخلصه النهارده ويمكن نحتاج له كمان حلقه اخرى مع اجابه على الاسئله اللي بتيجي من حضراتكم. نحن لا نتجاهل هذه الاسئله ولكن صدقوني انا عارف ان في بعض الاسئله ديت هتلاقوا الاجابات عنها وانا بشرح في الموضوع ده نمره واحد، الحاجه الثانيه انه ان شاء الله هتبقى في حلقه هخصصها بالكامل لكل الاسئله اللي احنا ما نخلصها سواء من موضوع الادمان ولا الاكتئاب ولا القلق المزمن ولا التوتر والصدمات ولا موضوع النوم اللي اخذنا فيه حلقات كتيره يعني عندي الحقيقه مجموعه كبيره جدا من الاسئله المحترمه والجميله اللي احب ان انا اخصص لها حلقه بحالها لكن علشان خاطر ما ناخدش الـ الـ وقت الحلقه انا بس عايز اقول لحضراتكم النهارده انه اللي حضراتكم هتشوفوه النهارده انا ممكن ابعته لكل حد من حضراتكم اللي يبعت لنا على الفايبر او الواتس آب او الايميل يطلب ان احنا نبعت له اللي انا هوري لحضراتكم النهارده دي مجرد حاجه انا ترجمتها بالعربي ترجمت المعاني بتاعتها بالطريقه اللي تخليها كلينيكيا مناسبه وليها معنى وفي نفس الوقت حطيت كمان الانجليزي بتاعها على اساس انه اللي عايز يطلب من البلاد اللي بتتكلم بلغه غير العربيه او لولادهم اللي يقدروا ان هم يكونوا بيعملوا السكيل دوت او اللي بيتكلموا بالعربي فده هيكون متاح لحضراتكم اللي يحب ان هو يتواصل معنا عن طريق الفايبر او الواتس اب الموجود عند حضراتكم على الشاشه وده ببلاش من كل انحاء العالم يبعت بس الاسم و السن ومن فضلكم كمان يقول ان انا عايز الجدول او الاسكيل اللي انا اتكلمت عنه النهارده هنكون بنبعته لحضراتكم او لو عن طريق الايميل برضه هنكون بنبعته علشان خاطر ده هيساعدكم ان بمسك ابني بشوف انا شخصيا ليه عندي مشكله في التركيز او النسيان طلبه كتيره النهارده في الجامعه عايزين يعرفوا ليه وازاي نقدر نعمل حاجه بالنسبه للموضوع دوت ان شاء الله في حلقه قادمه هكون بتكلم على الطرق بتاعه الدراسه يعني احنا اتكلمنا قبل كده ازاي الذاكره بتتكون بعد كده اتكلمنا على ايه بعض الامراض الشائعه بعض الاسباب الشائعه اللي بتسبب فقدان التركيز او النسيان بعد دخلنا في موضوع الحركه المفرطه وقله التركيز كمرض، والنهارده هنكمل فيه، وان شاء الله في حلقات قادمه هكون بتكلم مع حضرتكم هو ايه الاسلوب الامثل للدراسه؟ ازاي نقدر نعمل نظام نعود عليه نفسنا ونعود عليه غيرنا، ازاي ان احنا نقدر نعمل كده، ونلمس كمان موضوع الذاكره ده من خلفيه كتابيه. عارف ان كتير من حضراتكم برضو بيسأل على موضوع الزهايمر ده برضو هيكون واحد من الحاجات المهمة اللي هنكون بنتكلم عنها النهاردة كأحد الأمراض اللي النهاردة في القرن الواحد وعشرين بدأت تبقى منتشرة الناس عمرها بيطول بسبب الرعاية الصحية بالذات في الغرب بتزيد فمتوسط الأعمار بيزيد ومع زياده متوسط الاعمار ده معناه ان الناس هتعيش اكتر فبالتالي هتكون معرضه ان هي تصاب بالامراض بتاعه الذاكره سواء بسبب الشيخوخه او بسبب ظهور آه آه بعض الحاجات اللي زي الزهايمر او الاسم بتاعه اللي هو اولزهايمر آه اسم بتاع الراجل اللي اكتشفه يعني. المهم انا بس بطمن حضراتكم ان كل الحاجات دي هنكون بنتكلم فيها، تركيزنا النهارده هو على تشخيص هذا المرض ازاي نقدر نعرف ان انا او اي حد معايا في البيت او اي حد صديق من فضلكم زي ما قلت تاني اللي عايز يتابع الحلقات اللي قبل كده في كل الموضوعات المهمة من فضلكم روحوا ليوتيوب لي دوت كوم سلاش الحرية تي في هيكون قصاد حضراتكم على الشاشة خشوا اعملوا سبسكريبشن بمعنى ان تدوس وتقول سبسكرايب ده معناه انه لما تكون في حاجات جديده بتنزل على الانترنت من كل البرامج بتاعه القناه حضراتكم تقدروا تشوفوها تقدروا تراجعوا حاجات ما سمعتوهاش قبل كده لو كنت انا باشير الى بعض الامور اللي اتكلمنا عنها لانه صعب انه نعمل استفاضه في كل برنامج عن حلقات سابقه رجاء ان انتوا تخشوا تعملوا سبسكرايب ده ببلاش ودوت هيحطكم على الطريق ان انتم تقدروا تشوفوا وتراجعوا كل الحاجات دي بطريقه ممنهجه لانه احنا بنبني من حاجه على حاجه في الاول زي ما بقول في كل مره انه البرنامج بتاعنا ده ليس برنامج علاجي ولكنه برنامج تعليمي برنامج تثقيفي عشان كده انا برجو من حضراتكم محدش يبتدي او حد يوقف او حد يعدل اي نوع من انواع العلاجات سواء سلوكيه او دوائيه او اي طريقه معينه بناء على اي حاجه بتسمعوها هنا لكن خلوا دوت يكون زي شيء تستخدموه تتكلموا بيه مع الطبيب المعالج او الطبيبه المعالجه. الحاجه الثانيه انه اللي من حضراتكم بيسال على الادويه من فضلكم يا اما تكتبوا لنا اسم الدواء بالعربي زي ما هو مكتوب يا اما ان حضراتكم بتاخدوا صوره للدواء لنا على أب او على الفايبر ببلاش من اي حته في العالم اللي ما معندوش الفرصه ديت ومالوش قوي في في الهواتف الذكيه ديت ممكن قوي ان هو يكلم الكول سنتر عندنا ويسيب الاسئله دي يبعتها لنا على الفيسبوك يبعتها لنا على اليوتيوب كل الحاجات دي ان شاء الله هتكون بتوصل وفي نفس الوقت آآ آآ لأنه الاسم بيختلف من مكان للتاني ومن حتة للأخرى الاسم التجاري ده حاجة ليه علاقة بالشركة نفسها اللي بتوزع الدواء في مناطق مختلفة من العالم ولكن الاسم العلمي لا يتغير فعشان كده من فضلكم ان انتم تبعتوا لنا يا اما الاسم دوت يا اما الاسم العلمي يا اما تاخدوا صوره للعلبه بتاعت الدواء وتبعتوها لنا. الحاجه الاخيره بطلب السماح والغفران لاي مره انا التلقائيه بعبر بيها باللغه الانجليزيه بالذات الحاجات الطبيه لانه دي دراستنا وكمان ده نوع العيانين اللي انا بشوفهم او نوع الناس اللي انا بدرسهم في الجامعه ف يعني التلقائيه مرات بتطلع بكده ولكن هكون دايما بأفسر اللي انا بقوله حتى لو التلقائيه ديت يعني خانتني في ان انا تكون يعني هي بتطلع في الاول في بعض الأسئلة اللي هحاول إن أنا أجاوب عنها برضو عن الموضوع بتاع قلة التركيز والحركة المفرطة هل الموضوع ده وراثي ولا لا؟ دي برضو سؤال من الأسئلة اللي جت لنا في الحقيقة طبعاً في أقدر أقول عامل وراثي هل احنا فاهمين العامل ده بالظبط ما اقدرش اقول ان احنا قدرنا نفهمه لانه في علم الوراثه في طريقه يمكن حضراتكم اللي فاكرين من علم الاحياء حاجه اسمها مندل الراجل دوت عمل صوره وتخيل لي الـ 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 الوراثه عن طريق الكروموزومات وعن طريق الـ الـ الخواص اللازمه والمنتحيه والحاجات دي كلها ما عندناش تفسير بناء على مندل بيقول كده ولكن احنا شايفين آه انه الامر دوت بيجري في عائلات يعني running ان families يعني آه آه لما بيكون الاب او الام بيبقى في عرضه للاولاد ان هم يكون عندهم كده سواء بنفس الدرجه او بدرجه اكتر او بدرجه اقل لما بيكون الاب والام عندهم الظاهره دي او المرض دوت او غيره بيبقى فيه قابلية أكبر للأولاد إن هم يكونوا كده يعني بنلاقي ناس كتير قوي ييجوا ولما نسأل على التاريخ المرضي في العيلة نلاقي سواء الأب أو الأم أو حد من أقارب الدرجة الأولى زي الأخوة والأخوات إنه برضو عندهم كده يا إما بيتعالجوا منه يا إما ما يعرفوش ولكن عندهم بعض الصعوبات قلنا إن متوسط الأطفال اللي عندهم حوالي سبعة في %7 من الاطفال ودوت الحقيقه النسبه اللي تحتاج الى تدخل علاجي، تدخل طبي. لكن بنسبه يمكن اقل بنلاقي انه عدد اكبر من الاطفال ممكن يكون عندهم حاجه من الموضوع دوت. اكثر من في 30% من الناس دولت بعد ما بيعدوا سن البلوغ ويوصلوا 18 و 19 سنه وما بعد ذلك بيستمر الموضوع دوت عندهم بصوره او باخرى. احنا بنقسمه الى حاجه من ثلاثه يا اما ان في افراط حركي وده الحاجه البينة الظاهره الكبيره اللي بريدوميننت يعني او انه قله التركيز هي الشيء الواضح انه يمكن الحركه مش كبيره مش عاليه ولكن قله التركيز وضعف التركيز هو الشيء اللي ظاهر يعني predominantly inattentive او ان الاثنين موجودين مع بعض مفيش قدره على التركيز في ضعف شديد فيه وايضا هناك حركه زائده فاللي هو بنسميه الكومباين تايب او النوع اللي بيحمل الخاصتين دولت مع بعض في بعض الناس بتسال هل في اي حاجة ممكن تحصل اثناء الحمل او اثناء الولادة يؤدي لكده؟ ده سؤال وجيه جدا واحب برضه ان انا اقول في الاول انه طبعا من اكثر الحاجات المعروفة اللي بتأثر وبتسبب ضعف معامل الذكاء بصورة عامة أو انه الاولاد يكون عندهم الموضوع بتاع ضعف التركيز او الحركة الزائدة ديت هو التدخين اثناء الحمل التدخين اثناء الحمل، حضراتكم ممكن تتعجبوا لكن دي حقيقة. تأثير النيكوتين وقدرته أنه هو يعدي من المشيمة ويصل إلى الدم بتاع الطفل بدرجة وتركيز كبير شيء مهم جدا. الناس اللي بيتعاطوا كحوليات أثناء الحمل، الناس اللي بيستعملوا مخدرات أو درجز بالذات حاجات زي الكوكايين، زي الهيروين وغيره كل ال... أثناء الحمل الفترة دي فترة مهمة قوي إن المرأة تاخد بالها من نفسها نقص الفيتامينات للأم والضعف الغذائي ممكن يكون أحد الأسباب المؤثرة أثناء الولادة مرات الولادات اللي بتبقى فيها صعبة وبيتم إنه مثلا الجنين يتسحب عن طريق اللي هو بنسميه الجفت أو الفورسبس أو كده أحياناً الضغط الغير مناسب على الرأس أو الإصابات اللي بتحصل للرأس أثناء الولادة أو نقص الأكسجين الأولاد اللي بيتولدوا بي يعني زي ما بيقولوا زرق أو نتيجة إن حصل نقص أو التف الحبل السري حوالين الرقبة أو يعني حصل مشاكل في أثناء الولادة تسببت في قلة الأكسجين أو تسببت في إنه يحصل نوع من الارتطام الدماغي للطفل بأي حاجة زي الجفت أو الفورسبس والحاجات دي كلها. الإصابات الدماغية عند الأطفال يعني الأطفال اللي طول ما هي عمالة تتحرك تتخبط في شجرة تقع قصاد مش عارف إيه رأسها تتخبط عيال اللي بيلعبوا بطريقة فيها نوع من العنف ومعرضين للإصابات الدماغية أكتر أو للارتجاج بيبقى المعدل أكبر فيهم مش معناها أنه أي حد دماغه تتخبط كلنا دماغنا اتخبطت بلا استثناء يعني محدش فينا يعني ما وقعش ولا اتخبط ولا غيره لكن الحاجات دي لما تكون بتتكرر كتير لما بتسبب ارتجاجات مرات مختلفة الحاجات دي ممكن تضيف إلى الأمر دوت ضعف التغذية في الأطفال الفيتامينات بالذات فيتامين الفوليك أسيد أو حمض الفوليك وفيتامينات بي كومبلكس بالذات بي 12 ويعني به واحد وبه 12 والحاجات دي كلها الحاجات دي مهمة جداً طبعا في بعض الاطفال اللي بيجي لهم بعض الامراض اللي هي غير منتشره زي الامراض بتاعت الدم اللي بتسبب تكسير الدم في حاجه اسمها سكلس الانيميا دي الانيميا اللي بتيجي نتيجه شكل معين لكرات الدم الحمراء ودي منتشره اكتر في الناس اللي السود بالذات في يعني اللي جايين من اصل افريقي او نسميهم افريكان امريكانز اكتر لكن ممكن تكون موجوده كمان في ناس تانيين بعض اضطرابات الغده الدرقيه في الاطفال اللي ما بناخدش بالنا منها وهم صغيرين برضو ممكن تسبب كده فيعني ده عرض سريع لبعض الحاجات اللي اتمنى ان اكون جاوبت فيها على بعض الاسئله ولكن تابعونا النهارده علشان خاطر نتكلم اكتر على التشخيص ونبتدي نتكلم على العلاج بحسب ما الوقت يدلنا قبل ما اخد يعني زي ما قلت التليفونات مفتوحة لكن قبل ما اخد التليفون دوت احب اقول لحضراتكم ان احنا بعد الفاصل هكون بقف على السبورة بتاعتنا المعتادة ونتكلم بالتفصيل على الموضوع دوت وهكرر تاني اللي من حضراتكم اللي هقوله النهاردة عايز يتبعت له حاجه يقدر ان هو يطبعها ويقدر ان هو يشوف السكيل دوت من فضلكم يبعت لنا على طريق الواتساب او الفايبر او يبعت لنا ايميل على انفو الحريه دوت تي في، معانا بنت الرب من مصر اهلا بحضرتك. تفضلي بنت الرب معانا. اه دكتور يعني انا عايز احكي لك الحكايه بملخص شديد جدا انا انا كان عندي المفروض تريبلت أه هم قعدوا في الحضانه بتاع اسبوع أه آه معلش عشان خاطر بس نفسر أه حضرتك ربنا باركك وادالك ثلاث اولاد مره واحده في توائم يعني اه اتفضلي اه اه ديني اللي هو عنده مشكله فرط الحركه ونقص الانتباه ده هو قعد في الحضانه بتاع اسبوع كان عنده مشكله في التنفس المهم ان هو يعني الموضوع كان نورمال لغايه اربع سنين يعني اه حركتهم كانت زياده وكده المهم لما راح المدرسه في كي جي 1 حسيت ان هو مش قابل التعليم خالص ومش قادر يفهم مش قادر يركز عملت له فحوصات كتيره ورنين ورحت لدكاتره كتير فالرنين قال ان هو عنده سيست في النص الشمال معلش عنده ايه تاني؟ في النص الشمال؟ عنده كيس ميه عنده كيس ميه بقاله أربعة سنين ماشي ف... ف... فالدكاتره قالوا ان هو ممكن يكون الكيس ده هو مصدر نقص التركيز على اساس ان قالوا الجزء الخلفي حصل زي شبه تليف اللي هو الجزء المسؤول عن التركيز في المخ الجزء الخلفي النص اليمين. الجزء الايه الخلفي؟ اه اللي حوالين الكيس أوكي. قالوا هو ممكن يكون كيس الميه ده يكون هو سبب عدم التركيز وسبب الكهرباء العاليه في النص اليمين ودكاتره تانيين قالوا ان هو ممكن يكون ملوش علاقه خالص الكيس الميه ده بتركيزه وهو حاليا دلوقتي عنده 10 سنين في رابعه ابتدائي لغايه هذه اللحظه انا مش قادره أذكر له ولا ماده يعني يكاد يكون مش عارف يقرا خالص يعني 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 مثلا بيستهج بالعافيه بالعافيه العربي طبعا بقيه المواد مش عارف ولا كلمه رحت لدكاتره كتير ادوني ومشتقاتها كنت معلش معلش تاني ادولي حضرتك ايه؟ كون كونسيرتا كونسيرتا اوكي سي او ان اس ار اي حضرتك كونسرطة. في مصر ولا في امريكا ولا في بلد انا انا في المانيا في, المينيا. في المينيا. اوكي اتفضلي المهم قعدت اللي... فتره ادي له ده آه هو هو مده مدته 12 ساعه كان 12 ساعه ما ياكلش قعدت كم شهر اديله حسيت الواد خس الواد تعب بطلت اديله ورحت لدكاتره تانيين كان عايزين يدينا حاجات زي الدباكين طبعا انا مش قادره ادي ده كله لان كل ما اعرف سيد الفت احس ان انا ممكن ادمر حاجات تاني يعني انا عشان اعالج نقص الانتباه عنده او اهديه ممكن ابوظ له حاجات تاني انا حاليا ادي كم كام شهر مش بديله له دواء خالص بس انا مش عارفه اعمل ايه انا مش عارفه اتصرف يعني انا رحت لدكاتره كتير انا حاسه ان الواد ممكن يضيع يعني واحد ملوش مستقبل يعني مش عارف يتعلم مش عارف يفهم وفي نفس الوقت هو مدمر يعني عايز يضرب اخواته طول الوقت وعامل مشاكل وفي اي مجال يبقى موجود فيه بيبقى عايز يضرب عايز يعني انا مش عارفه اتصرف يعني انا اروح لمين تاني يعني انا ما انا رحت يمكن لسبع دكاتره لغايه دلوقتي نفسيين وجراحين ما حدش اداني حاجه يعني تلاقي حل في الموضوع ده يعني فعلا انا تعبت أنا أتشرف إزاي؟ آه، أوكي، يعني الحقيقة الـ الـ يعني جزء من الإجابة هكون بتكلم عنه النهاردة في الحلول فأنا يعني عشان خاطر وقت الحلقة يعني على الأقل هنبتدي نلمس. طبعاً الكونسيرتا واحد من الأدوية الكويسة اللي بنستخدمها. في الحقيقة أنا محتاج إن حضرتك لو عندك التقرير دوت تقدري إنك أنت تاخدي صورة وتبعتيها لنا عن طريق الواتس أب أو الفايبر. واقعدك بالرد عليه يعني انا عايز اعرف بس كيس الميه ده معناه ان في زياده في الضغط ولا ان في حويصله معينه دي موجوده وعايز اعرف هي موجوده فين لانه يعني ال المخ هنا يا دكتور في الناحيه الشرقيه يعني عنده أه عنده كده ما انا معلش انا بس عايز اقرا التقرير لانه حضرتك المخ ده عالم لوحده فالمكان اللي موجود فيه قد ايه الحويصله ديت هل ده مسبب ارتفاع في الضغط بتاع السائل المخي ولا لا كل الحاجات دي يمكن تكون باينة اكتر في التقرير فدوت هيديني يعني فهم اكتر لكل المصطلحات الطبية المرتبطة بيه يعني هل ده ممكن يكون السبب او ما, يكون ما يكونش السبب هل دي حاجة هو مولود بيها ولا حاجة استحدثت طبعا الحاجات دي كلها يعني يمكن استشفافها من التقرير او يمكن ما نعرفش ولكن فكره ان هو يعني انا عايزة اتاكد كمان من حاجه تانية انه هم لما الثلاثه اتولدوا هل الولدين التانيين او زي كويسين ما عندهمش اي مشاكل من النوع ده؟ دكتور الولد الولد الثاني عنده مشكله في عينيه كان عينيه ماينس 29 والثانيه برضه نفس الحكايه آه فقد عين منهم وهو عنده آه سنه ونص حصل له تليف في العصب البصري وانا ما كنتش اعرف يعني هو هو طبعا انين فقد لا لا يعني هو سوري حضر حضرت هو حضرتك حضرتك قلت لي ان الثلاثه توام مش كده؟ توائم؟ اه ثلاثة توام الولد الثاني عنده مشكله في عينيه آه ما عندوش غير عين واحده دلوقتي واحده منه واحده منها حصل لها تليف في العصب البصري من هو تقريبا عنده سنه ونص طبعا هو ما كانش بيعرف يتكلم عشان يقول لي انا مش شايف بعين، يعني المهم ان انا اكتشفت فيه ميه بيضاء على عينه فرحت بسرعه سافرت مصر وعملت له عمليه، قالوا لي ده عنده تليف من سنه يعني تقريبا بعد ما اتولد بتسع شهور حصل له تليف في العصب البصري وعملت له عمليه، وما انا حاليا عنده عين واحده ماينس 18 يعني وبرضه مش عارفه اتصرف عشان احافظ له على العين دي يعني مش عارفه اروح فين انا اعظم مرعوبه لو اتخبطت اي خبطه لانه عينه مقعره مشدوده جدا الولد الثالث البنت الثالثه برضه ومنعتها قليله جدا وكان عندها مشكله عندها زي في بطنها كل شويه تقول لي بطني واعمل تحاليل واعمل اشعاعات اه يعني لكن بالنسبه للمدرسه والتحصيل والحاجات دي كلها في اي التنين مشكله التنين غير لا الولد والبنت التانيين تحصيلهم كويس جدا نشكر ربنا بس طيب. هو ده اللي ما فيش ولا حاجه خالص آه هل تم استخدام الجفت او آه 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 الاولاد لا لما اتسحبوا؟ انا انا عملت عمليه عاديه بس انا يمكن انا خدت خدت فوق منشطة عشان يعني الموضوع يجي بسرعه فما اعرفش هل الحقن دي هي اللي عملت فيهم المشاكل دي؟ تحمي الطلق يعني لا انا ولدت سكشن عادي يعني اه اوكي اوكي لا لا ما بس يعني ما عندناش حاجه تقول ان الحقن ديت هي اللي بتسبب كده ولكن ما اعرفش آه ما آه المشكله آه يعني ما طبعا لانه يعني ما, ما نقدرش نرجع للوقت ده ونعرف هل هي تسببت في اي اصطدامات بين الاطفال وبعضهم ولا لا نتيجة أن الحاجات دي سببت طلق حامي فهي حاجة ميكانيكية التأثير بتاعها ولكن ليس تأثير كيميائي على المخ أو كده يعني طيب أنا بس في حاجة اللي أنا عايز أتأكد منها في حاجة اسمها learning disability يعني في عدم قدرات ذهنية نتيجة أنه المعامل الذكاء ضعيف شوية أو أنه في قدره تحصيليه لمواد معينه ممكن تكون مختلفه عن مواد تانية الحاجات دي كلها يعني برضو هل حضرتك عملتي معامل ذكاء او بعض اختبارات الذكاء؟ اه عملت له عملت له اختبار ذكاء بس ما ظنش ان هو يعني بالدقه يعني هي طلع تقريبا 84% بس ما ظنش ان هو دقيق لان انا عملته في المنيا مش بالدرجه يعني لكن هو ذكي في حاجات كتيره جدا يعني أوه. ذكي في الكمبيوتر في اللعب في تركيب حاجات فك حاجات يعني ما هو اصل موضوع معامل الذكاء مش مجرد يعني حاجه بتيجي بنسبه مئويه معامل الذكاء ده مرتبط بحاجات مختلفه يعني ممكن يبقى عنده قدرات حركيه ويدويه وميكانيكيه اعلى أوه. من قدراته التعبيريه اللفظيه اكتر بالضبط. من تحصيله وفهمه وكده فالحاجات فال -ال دي يعني في عندنا حاجات مختلفة لو ده برضو موجود عند حضرتك وحضرتك تقدري تبعتيه لنا بالإيميل على انفو الحرية دوت تي في أبص على الحاجات دي وأقدر أدي لحضرتك رأي يكون يعني عندي أسس للرد أكتر ما أكون بتكلم في حاجات عامة ما تديش لي ديباكين ده عشان خاطر الناس اللي عندهم صرع ودوت هيبطئ له قوي القدرات الذهنيه بتاعته فما تديلوش الديباكين دوت الحقيقه لانه الا اذا كان عنده بتجيله صرع او بيجيله اي حاجات زي كده لا 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 خالص لا هو بس حركته كتيره فعلا يعني لا الكونسيرتا ال 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 خوف اديله بباشين رغم ان الدكاتره كتير قالوا عليه بس انا ما لقتش دوره خالص لا ال 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 انا بحب ان انا استعمل الدواء زي ما هو مطلوب منه آآ 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 الموضوع ده مختلف تماما في تاثيره الكيميائي عن الصرع او عن حاجه بيسموها البايبولار ديس اوردر الناس بتخلط ما بينهم جامد قوي ولانه في بعض التشابه ولكن الاتنين الاثنين مختلفين كيميائيا جدا هيساعدنا قوي ان احنا نعرف الاي كيو او المعامل الذكاء بتاعه او الاختبارات الذكاء وفي نفس الوقت انا عارف ان في ناس بيقولوا عشان خاطر موضوع الـ 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 الادويه دي بتقلل شويه الرغبه في الاكل دي حقيقه فعلا وبتقلل الشهية مش بيأكل خالص مش بتقلل. ولكن بعد ما بتخلص من الجسم أول حاجة حضرتك ممكن تعتمدي على بعض الحاجات اللي بالشرب مش محتاجة أكل ويكون بياخدها معاه أكتر ما يكون بياكل فالشرب بيبقى أسهل بكتير إن الواحد يقدر ياخده ما بيكونش يعني فقدان الشهية لل لا أه هو مش عارف حتى يشرب ميه يا دكتور لو اثناء ما بديله الكونسيرتا او اي بديل ليها هو بياخد قد ايه كونسيرتا؟ انا عارفه اديله ايه؟ بياخد قد ايه كونسيرتا؟ انا عارفه له كونسيرتا يعني بتاع خمس ست شهور ورا بعض طبعا بطلع عيني عشان اروح اجيب الدواء ده معلش بياخد كونسيرت قد ايه 18 36 أه. 18 18 كم مره في اليوم مره واحده لا هي قرص واحد قرص واحد اه بعد الفطار يعني بياخد 18 ما كانش بي... اوكي أوه. لكن كان بيساعده على التركيز وبيقلل الحركه لا خالص يا دكتور خالص ما عملش كده؟ يعني ممكن يكون يقلل حركته مثلا 10% لكن كان بيقول بطني وجعاني وبرضه ما مش عايز يذاكر رافض التعليم وحاسس كده حد مخنوق ومتضايق ومش عايز ما علشان كده انا بس بقول انه محتاجين نعرف كمان حاجات عن اختبارات الذكاء لو حضرتك 84% ده اختبار ذكاء وبس ماشي لو حضرتك قدرتي تبعتيهولي انا هقدر اقرا افهم منه حاجات اكتر شويه من كده ف حضرتك ابعتي لي الحاجات دي كلها وانا تحت امر حضرتك في الاجابات ديت يعني. معانا كمان بنت الرب من مصر قبل الفاصل اهلا بحضرتك تفضلي. الو الو الخير يا اهلا وسهلا حضرتك على الهوا تفضلي. حضرتك عايزه اسال حضرتك اسال كذا سؤال يعني لو ما كانتش في الموضوع بتاع النهارده ارجوكي انك تسيبيها في الاخوات اللي على الكل في الكول سنتر لو تسمحي. الو؟ الو اه هل هي حاجه مرتبطه بموضوع بتاع الحلقه؟ ايوه انا عندي شديد فقدان الذاكره يعني وعدم التركيز مثل ما كنت قاعده مع حد مش عارفه انا هقول ايه هعمل ايه طيب الو الو اعتقد ان حصل حاجه في الخط آه. طيب آه. ماشي حضرتك لو اتصلتي تاني ممكن الاحباء ياخدوا المعلومات ولو حضرتك تقولي لهم برضه سن حضرتك ايه لو كنتي بتاخدي اي ادويه وكده يبقى مهم اه للغايه طيب ناخد فاصل ونروح دلوقتي نشوف ازاي بنعمل التشخيص التشخيص دوت اه مهم قوي التشخيص دوت مينلي تشخيص إكلينيكي يعني اه اه طبعا لما بنكون عايزين ان احنا نعمل رول اوت او ان احنا نستثني امراض اخرى ممكن تكون مصاحبه لفقدان التركيز والحركه المفرطه بنعمل اه ام ار اي بنعمل فحوصات تانية بنعمل حاجات كتيره لكن لو كان بس هو دي الحاله ومش مصاحبه ليها حاجات تانية بيبقى التشخيص بطريقه كبيره تشخيص اكلينيكي واللي هوريه لحضراتكم النهارده من الاسئله اللي احنا نسالها اعتقد ان هيكون بيساعدنا جدا سواء لاطفالنا او للكبار وزي ما قلت ابقى سعيد ان انا اوصله لحضراتكم انا بس في بس تعليق صغير قوي بسيط هو انا طبعا مش عارف جا منين التعبير دوت موضوع الكهرباء العاليه يعني هذا التعبير يعني ما درسناهوش في كليه الطب ويمكن الواحد يعني بيحاول بقدر الامكان يكون تابع اللي بيحصل في الطب ده يعني غالبا محاوله من اطبائنا الحبايب في مصر ان هم يعني يوصلوا الصوره بطريقه فيها نوع من يعني التوضيح او حاجه مش كده يعني الكهرباء العاليه دي زي ما يكون الواحد يعني ايه جواه حركه زائده لانه كلمه كهرباء عاليه في الحقيقه يمكن أكتر تكون مرتبطه بمرض الصرع ان يكون في بعض الحاجات المعينه في المخ بنسميها اكتوبيك فوكسز يعني بتكون في بعض المناطق اللي بتصدر بعض الاشارات الكهربائيه العاليه لكن انا النهارده ومن كل الناس اللي بعتوا بيبعتوا بيتكلموا بيستخدموا تعبير انه كهرباء عاليه معناها انه حد عنده الحركه المفرطه ونقص التركيز في الحقيقه ده تعبير غير علمي على الاطلاق ويعني بس واضح ان هو بقى منتشر دلوقتي ولكن يعني ارجو مرات كثيره التوضيح في الامر دوت لانه البعض بيخلطوا ما بينه وما بين مرض الصرع او بعض الامراض الاخرى. طيب اترككم في فاصل قصير ونرجع مع بعض نشوف ازاي بنقدر ان احنا نشخص ولو في فرصة في الحلقة ان احنا نبتدي نتكلم على بعض الوسائل العلاجية نكون بنبتدي ونكمل في حلقة قادمة وأوعدكم برضو انه نتكلم على ازاي نقدر نحتفظ بالمعلومات ازاي نقدر نذاكر كويس حاجة اعتقد هتكون مهمة قوي بناء على اللي احنا شرحناه في الحلقات السابقه اي 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 ازاي نقدر يبقى عندنا هذا النوع من التركيز سواء بطريقه فيها علاج سلوكي او ايضا علاج دوائي فاترككم مع هذا الفاصل القصير وارجع مع حضراتكم علشان خاطر نتكلم على وسائل التشخيص وازاي يبقى عندنا الحاجه اللي ما بين ايدينا نقدر الاسئله اللي احنا نسالها ونحاول نوصل ليها الاجابات و حضراتكم لما تطلبوا الموضوع دوت كملوه وابعتوه لنا واحنا انا ممكن اعمل يعني زي سكورنج يعني لان الحاجات دي ليها علاقه بارقام وحاجات زي كده ويعني نبعت لحضراتكم الاجابه. اوكي خلينا نشوف مع بعض هذا الفاصل ونرجع مع حضراتكم على السبوره علشان خاطر نشوف التشخيص يكون ازاي. اهلا بيكم اعزائي بعد الفاصل ومع بعض نشوف هذه المجموعه من الاسئله اللي وعدت ان لو حضراتكم على الواتس أب او على الفايبر تبعتوا لنا لكم الاسئله ديت وممكن تجاوبوا عليها وتبعثوها لنا تاني او عن طريق الايميل برضو يكون كويس قوي ومجموعه الاسئله ديت هو حوالي 18 سؤال المجموعه ديت بتتطلب من حضراتكم ان انتم إيه إيه وانتوا بتجاوبوا على الأسئلة بتشوفوا هل دي حاجة لا تحدث على الإطلاق دي حاجة مش معتادة أبدا يعني ممكن تحصل مثلا واحد خمسة في المية عشرة في المية ولكن يعني ما مش كده أو نادرة الحدوث يعني آه عشرين في المية من الوقت أو إنها بتحدث أحيانا يعني أقل من خمسين في المية من الوقت أو بتحدث غالبا يعني مثلا من خمسين ل 80% من الوقت او بتحصل بصوره شبه دائمه يعني من 90% فما فوق ففي كل سؤال من الاسئله ديت حضرتك او حضرتك بتقول اه انا في دوت لا ده عمره ما بيحصل لي دوت اه لا ده بيحصل احيانا اه لا 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 ده ده على طول دوت ده تقريبا ما بيعديش يوم غير لما يكون كده فزي ما حضراتكم شايفين انه الحاجات دي بتساعدنا لان احنا بندي للحاجات دي بعض الـ 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 الارقام اللي نقدر نحدد بيها بالظبط لو كان في فعلا المرض ده موجود ولا لا وهل هو اساسا ليه علاقه بالحركه ولا هو اساسا ليه علاقه بالتركيز ولا الاثنين موجودين مع بعض؟ بمعنى ان ال 18 سؤال دولت يعني لازم تبقى حالة في شديدة التعقيد أن يكون ال 18 دولة كلهم بيتحققوا ولكن هنلاقي أنه ممكن يتحققوا بصورة أو بأخرى في يعني كل سؤال من الأسئلة دي ممكن بعضها بيحصل أحيانا والحاجات الثانية بتحصل بطريقة تقريبا شبه مستمرة وحاجات يعني نقدر نقول أنه مثلا من 50 ل المية غالبا أن هي تحصل وهكذا ف آه آه خ... ن... ن... ال... الأسئلة ديتها راها لحضراتكم بالعربي وهي موجودة كمان بالانجليزي علشان خاطر كمان الناس اللي آه من الجيل الثاني والثالث في بلاد آه ال... الغربة يقدروا إن هم برضو يستفيدوا من ال... الحكاية ديت فهتلاقوها دايما موجودة بالعربي وبالانجليزي لا يحدث يعني نيفر نادر الحدوث يعني ريرلي آه يحدث أحيانا يعني sometimes يحدث غالبا يعني often يحدث دائما او بطريقه شبه دائمه فيري فيري يعني. فنبتدي بنوع الاسئله ديت علشان خاطر نشوف. السؤال الاولاني بيقول هل لديك مشكله في الانتهاء من هدف او مشروع او نشاط او اكمال مهمه معينه وسرعه التنقل ما بين المهمات المختلفه دون الانتهاء منها واهمال التفاصيل؟ بالانجليزي how often do you have trouble wrapping up the final details of a project once the challenging parts have been done هتلاقوا ان الترجمه ما هيش ترجمه حرفيه لان المقصود منها ان انا عايز اوصل معنى المعنى دوت قد يعني يختلف الطريقه اللي اللغات بتعبر بيها الانجليزي الحقيقه يعني لغه غنيه ووفيره ولكن بالعربي احيانا ناخد مسافات طويله عشان خاطر نعبر عن نفس الفكره خلوني أركز على بعض النقاط المهمة النقطة اللي انا عايز أركز عليها هنا أو أحد النقاط هي اهمال التفاصيل الشخص اللي عنده ADHD اتش دي قليل جدا ما تعدي عليه تفاصيل صغيرة هو بيشوف الحاجة بصورة فيها نوع من الكلية آه ما بيشوفش جنبيها ايه ما بيشوفش وراها ايه ما بيشوفش حاجات كتير ما بيحولش التربيط دوت بيبقى صعب علشان كده النسيان بيبقى سهل ليه لانه ما فيش نوع من الاسوسيشن ما فيش نوع من التربيط ما بين الحاجات دي وبعضها واحيانا لقينا انه في بعض الناس بيعندهم حاجه اسمها آه فيجيو سبيشال آه سبيشال ديفكت يعني يعني ايه يعني العين مش بتشوف زي الانسان العادي بالظبط، يعني في حاجات تشوفها تحس ان في حاجات بتنط قدام عينيك بسهوله وتتوقع ان كل الناس بتشوفها. في بعض الناس اللي عندهم حالات جامده من موضوع الاي دي اتش دي مرات في حاجات ما يعرفوش يشوفوها في الفضاء، يعني لما الصوره على بعضها ما تكونش موجوده، دي الصوره ده دل العين، ولكن ايضا في الـ الـ حتى المذاكرة في القراية تحس ان هو ايه زي ما يقولوا ياخد راس الكبة ويطير يعني هو يشوف كلمة معينة تروح مدخلاه في سلسلة من الحاجات وغيره وغيره ما بيشوفش الكلمة دي موجودة علشان خاطر تخدم ايه في الجملة علشان خاطر من خلال كده أقدر أكون فهم للموضوع ماشي ف التفاصيل مش بتلاقيها ليها نفس الأهمية عند الشخص اللي عنده المرض دوت الحاجة التانية إن هو عادة بيتحرك من حاجة لحاجة قبل ما يخلصها يعني يكون مشغول مثلا بيذاكر يسمع صوت ينتبه ليه تيجي حد سيرة لعبة يروح طالع وجاري وهكذا ده بالنسبة للأطفال بالنسبه للكبار اللي بيستمر معاهم الموضوع دوت تلاقيه يبتدي حاجات كتيره قوي وكل حاجه بيسموها ليها لوس انز يعني ليها ايه ليها ازاي بس ان هو يحطها في الحاجه النهائيه علشان خاطر الموضوع ده يخلص ويخش منه الى حاجه تانية فنلاقي المجهود متبعتر حاجات كتيرة بتتفتح ولكن حاجات قليلة هي اللي فيها نوع الانتاجية او الانتهاء سواء مشروع سواء مهمة من المهام يعني ممكن تبعت الولد علشان خاطر يجيب مثلا جبنة من البقال. وهو ماشي يلاقي العيال بتلعب كورة تحت في الشارع فيقول لك طب ما ناخد معاهم فورة. آه وفي ال... وهو رايح ي... يلاقي مثلا في عربية مطافي جاية فيروح يجري علشان خاطر يشوف يا ترى ايه اللي بيحصل. وغيره وغيره ممكن ياخد له بدل ما ياخد له مثلا خمس دقائق يوصل للبقاله اللي على الناصيه ياخد له نص ساعه علشان يوصل هناك ليه لانه طول ما هو رايح عماله تسترعي انتباهه مهام اخرى بيحط فيها وقته وطاقته ومجهوده ده بقى ممكن تاخدوه وتعمموه على حاجات كتيره قوي ممكن الواحد ينط من موضوع للتاني وهو عمال بيذاكر يقول لك انا يعني بدل ما يمشي بطريقه ممنهجه بطريقه مسلسله بطريقه يقدر يبني فيها خطوه على خطوه علشان خاطر يقدر يوصل لكمال الامور تلاقيه من على النقيض انه زي ما يكون بيبص على حاجه يبني فضل اربع تسطر تاني فيروح نطط على اللي بعدها عنده هذه الرغبه في ان هو يعني يطير من حاجه لحاجه ويتحرك فيها من غير ما الحاجه تخلص تبقى دايما كل حاجه ليها ايه ديول متسابه وانتباهه و و و الى التفاصيل اللي تخلي الموضوع يخلص كمان بيبقى شيء ضعيف ففي سرعه للتنقل ما بين المهمات المختلفه دون الانتهاء منها وزي ما بقول الدقه في مراعاه التفاصيل بتبقى ضعيفه ده يعني هنقول ان دوت مثلا بيحصل في هنا او هنا بطريقه كبيره في الناس اللي عندهم. لكن كون ان دوت ممكن يحصل احيانا اه ممكن المشغوليه الشديده. واحد عنده مسؤوليه كبيره و و وللاسف عنده حاجات كتيره مهمه ولازم ياخد باله منها لكن طاقته مش مساعده على كده. ده فرق كبير ما بينه وما بين الحد اللي طبيعه حياته سواء في الشغل، سواء في المذاكره، سواء في 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 حاجات كتيره في حياته في مجالات مختلفه نلاقي انه هذه سرعه الايقاع الغير مهدف وسرعه الايقاع الغير منتج اللي ممكن تعمل كده. ده يدخلنا في السؤال الثاني وهو الاورجنايزيشن او القدره على التنظيم. القدره على التنظيم، والسؤال بيقول: هل لديك صعوبه في تنظيم المهام من حيث ترتيب الاولويات؟ ده جزء مهم قوي، وعمل جدول معين خطوه بخطوه لتحقيق مهمه معينه واتباع الجدول دوت، او التقيد بالتعليمات. الموضوع ده مهم قوي ليه؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم في حلقة سابقة أنه الأشخاص اللي عندهم المرض دوت بيبقى الحجم بتاع الجزء الأمامي من الفص الأمامي في المخ أقل من الطبيعي شوية وأيضا بيبقى في بعض الاختلال الكيميائي اللي موجود في بعض المواد اللي ذكرت منها الدوبامين بدرجة كبيرة ويليها حاجة اسمها النور إبنفرين والجلوتاميت دي اسماء يعني علم ما ملهاش ما تترجمش فبالتالي الجزء الامامي الجزء الامامي من الفص الامامي في المخ الجزء ده مرتبط بحاجه اسمها الاكزيكتيف فانكشنز او الوظائف التنفيذيه عشان خاطر اقدر انفذ حاجه محتاج في الاول افهمها محتاج في الاول ارتبها محتاج ان انا يبقى عندي نوع من السيكونسينج او ماشي في خطوات ورا بعضها ما أنا عندي مشكلة أو عندي مشروع أو عندي أي حاجة في حياتي وبالتالي ده يوصلني لنتيجة فلأن في الاختلال دوت بيبقى صعب جدا إنه الشخص اللي عنده المرض ده أو الطفل اللي عنده المرض ده إنه يقدر يحدد الأولويات يقدر إنه هو كمان لما ياخد مسألة هو عايز يخلصها ف الحاجات اللي تسترعي انتباهه اكتر هي ديت اللي يركز عليها لكن هو مش ماشي في خط مستقيم برضو لو تفتكروا المنظر اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت انه لما الواحد رايح من نقطه ألف لنقطة ب بيمشي في خط مستقيم ده أقصر مسافة عشان خاطر يوصل نلاقي إنه الطفل أو الشخص الكبير أو 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 بيلف فعليا فين في دواير أكتر ما يكون ماشي بطريقة مستقيمة ليه؟ آه لانه آه عنده صعوبه في الموضوع دوت فتقول له مثلا آه امسك ودانك الشمال فيروح عامل ايده كده ماشي طب ما امسكها كده مش دي اسهل؟ انا بتكلم طبعا يعني مش بقول ان هو ده اللي بيحصل لكن دي نفس الطريقه ازاي ان انا اوصل مثلا عن طريق راس الرجاء الصالح بدل ما ياخد قناه السويس يعني في حاجات بتبقى عادية سهلة تقول اه دي سكتها كذا الشخص بيلف البروبلم سولفينج كاباسيتي او قدرته على ايجاد الحلول وحل المشاكل بتاخد دوره اكتر ما تكون بتمشي في خط لينير في خط مستقيم بتلف ايه في حتت مختلفه فقدرته على ترتيب الاولويات لو قدامه حاجات مختلفه في اليوم يدور على اكتر حاجه تبسط او على اكتر حاجه سهله او على اكتر حاجه مش ضروري تكون هي المهمه لكن تكون اللي بتسبب له نوع من اللذه عشان كده مثلا لو خيرته ما بين ان هو يلعب جيم ولا يقعد يذاكر طبعا هيلعب جيم وقلت انه السبب في الحاجات دي كلها انه الحاجات اللي بتنتج اللذه بتزود نسبة الدوبامين في المخ وبالتالي بتخلي الواحد يركز أكتر في الحاجة اللي هو عايزها وبيحبها ويسيب الحاجات التانية ولكن بلا أي معايير للأهمية فسي النهاردة مثلا إن أنا شخص كبير وأنا مفروض إن أنا النهاردة عندي مهام معينة أعملها أثناء اليوم بختار الأسهل بختار اللي ما ياخدش مني مجهود ذهني بختار الحاجات اللي ممكن تبقى تبسط أكتر من غيرها واعملها وفقدان الأهمية سواء من ناحية الوقت سواء من ناحية الـ الـ الإنجاز سواء من ناحية الحاجات دي كلها ممكن تتأجل وأبتدي أدي الأول لأن ديت لو خلصتها مش هحتاج أن انا ارجع لها تاني أو مرتبطة بعامل زمني معين أو غيره عشان كده نلاقي الأطفال والناس الكبار إن عندهم دايماً دايماً ان يعملوا حاجة على آخر وقت. يعني يستنى لغاية يعني قبليها بحاجة بسيطة ويبتدي إيه ينتبه للخطورة بتاعة الأمر دوت، لكن يتوه عليه حاجات كتيرة أوي من الحاجات اللي المفروض إن هي تاخد أولوية في الموضوع دوت. الحاجة كمان اللي هي التقيد بالتعليمات. بمعنى الشخص اللي عنده المرض دوت او الاشخاص الكتير جدا الموجودين في العالم آآ آآ بياخدوا الموضوع فهلوه. يعني ايه؟ يعني هو بيبص للصوره العامه التفاصيل مش بت... بتيجي قدامه فهو حتى اللي بيكون فاكره من التعليمات اللي بياخدها تلاقيها حاجات متنطوره. بس الحاجات التعليمات دي موجوده ورا بعضها. يبقى عنده صعوبه شديده أوي ان هو يقعد مثلا عايز يعرف سوفت وير جديد عايز يعرف مكنه ازاي بتشتغل بدل ما يقعد مثلا ساعه علشان خاطر يعرف الموضوع ده مثلا يطلع من اليوتيوب حد بيشرح ولا غيره لا هو يقول لك ايه انا حاول كده اجيبها فهلوه اللهوي او يعني ايه باخد الرؤوس المواضيع ناس كتيره بدات تبقى طبيعه حياتهم كده ما عندهمش عمق، ليه؟ لأن هم دايماً عايشين على رؤوس المواضيع وزي ما هم فاهمينها وزي ما هم بيركبوها على بعضها. فبالتالي ده بيأثر كتير جداً على الإنتاجية بتاعتهم، بيأثر كتير على إن هم يكونوا فعلاً بيحققوا الأغراض اللي هم حتى نفسهم يحققوها، يعني هنا في فرق ما بين اللي أنا نفسي أعمله، وفرق ما بين الواقع اللي أنا بعمله كل يوم. فهي صعوبة في تنفي... تنظيم المهام من حيث حيث ترتيب الاوليات ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة من الصعب أن هو يعمل جدول وأنه يمشي على الجدول دوت أو يحققه في الوقت الزمني المتاح ليه أو أنه يتقيد بالتعليمات. آآ آآ ناس كتير قوي آآ مثلا مشتري سي غسالة جديدة. هو شاف مثلا في وضع قبل كده انه اه يعني لو حركنا مش عارف ايه اه بس انت لو عايز تخدم غرض معين لو عايز تغسل آه نوع معين من الانسجه انت ماشي لازم تمسك البتاع ده وتقرا ما عندوش طقطان يقعد يقرا هو عايز ايه ياكلها ولا ياكلها بالفلسفه للاسف للاسف انه ده يعني سامحوني انه انه بقى طابع شعب بحاله شعوبنا العربية ويمكن أنا بتكلم من خلفيتي أنا أنه ناس كتيرة قوي من الناس اللي أنا بشوفهم وبنتقابل معهم كل يوم بيبقوا بالظبط زي ما بقول العملية إيه بالفهلوة بالمنظر العام مش بالتفاصيل فمرات كتيرة بنستعمل كده حتى في الكتاب المقدس بدل ما أجري مثلا ورا نبوة وأمسك النبوة ديت لها واشوف مين قال كذا واشوف السياق واشوف البتاع زي كده، اقول لك ما نفسرها ايه؟ يعني آآ آآ بطريقه رمزيه وايه واركب عليها كمان اللي انا عايزه. زي مثلا سلمنا فصرنا نحمل لما الرسول بولس يعني الـ يعني اتكلم القديس لوقا كاتب سفر الاعمال على المضمون العام اللي قالوه الناس اللي كانوا في السفينه انه هنسلم للبحر فكي... فكي السفينة جرى لها ايه؟ كلها اتكسرت. ربنا انقذ الناس، لكن هو يجي في مخه ايه؟ سلمنا فصرنا نحمل يعني انت لما تسلم ربنا هيشيلك وهينقذك ونبتدي نستخدمها ونبتدي نعمل عليها ترانيم ونبتدي تبقى هي وعظات وتبتدي تبقى حاجات افيشات نقولها احنا مش عارفين ان هم لما سلموا هم سلموا للبحر ما سلموش لربنا. ليه؟ لان احنا واخدين الامور ايه؟ بالويم فبالتالي آه لما يجي الحاجات بقى اللي فعلا مدروسه والحاجات اللي بذل فيها مجهود تتحدى العقليه دي وبالتالي الناس حتى ترفضها ليه؟ لانه انا ايه يدخلني في الموضوع دوت انا عايز الايه يعني الـ 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 يعني المفهوم العام ايه؟ اه ربنا لو سلمنا له هيشيلنا بس مش ده اللي قاله الكتاب في اليوم في اليوم دوت ده اللي قاله ان هم سلموا للبحر وبالتالي السفينه كلها اتكسرت لكن ايه؟ لم تهلك ولا نفس. يبقى هنا كان التدخل الالهي لكن سلمنا وصرنا نحمل لما اتقالت ما اتقالتش على كده. انا بدي مثل في الوسط عشان خاطر اتكلم على بعض المشاكل الشائعه حتى فينا احنا كثقافه وككلتشر انه بقى الفهلوه وناكلها وهي ولعة هي الاسلوب العادي الطبيعي بتاع حياتنا مش بس على المدارس ولا على العلم ولا على غيره بقت كل حاجه كده ايه في الدنيا والفهلاوي دوت كمان بيبقى له يعني نصيب كبير قوي من المدح من عند الناس فهنقول انه ال الشخص دوت برضو هنلاقي انه الـ 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 النسبه دي نسبه كبيره مش قليله Uh, السؤال الثالث هل لديك صعوبة في نسيان المواعيد والمهام المختلفة المنوطة بك؟ How often do you have problems or uh, uh, عادة الناس اللي عندهم إتش دي دوت لأنه برضو بيعملوا كل حاجة على آخر وقت uh, مقاييس الوقت عندهم ما هياش دايماً uh, صحيحه ودايما سليمه يعني انا مثلا رحت المشوار دوت ورحته اربع خمس مرات وما خدش مني اكتر من عشر دقايق فدايما تخيلي ان هو هيبقى عشر دقايق طب ممكن تبقى في حادثه في السكه ممكن على الدوران نلاقي الدنيا واقفه ممكن على الطريق السريع نلاقي في حاجه قافله ولا حاجه امنيه ولا غيره فبالتالي الاولاني هو نسيان المواعيد او نسيان الحاجات اللي هي ليها الواقع الاوبليجيشن يعني حاجات انا لازم اعملها منوط بيها انا عارف ان في تليفونات بس معلش سيبوني اكمل شويه لانه يعني هحاول اخد تليفونات في الاخر بس آآ آآ لازم اخلص دولت علشان خاطر نجري لانه انا عايز الناس اللي هتطلب مننا الحكايه دي وهي بتجاوب وتبعت لنا تبقى عارفه على اي اساس ان هم يشوفوا الـ الـ الحاجات دي يعني يحددوها فهل مرات كتيره قوي تقول يا انا ازاي نسيت الميعاد ده انا انا, أنا النسيان بتاع المواعيد والمهام المختلفه دي برضو من الحاجات اللي منتشره في الامر دوت الحاجة الرابعة ودي مهمة قوي 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 ماذا عن التأجيل والمماطلة أوكي التأجيل أو المماطلة أو النفور وده بيؤدي إلى تجنب البدء في بعض المهام آآ آآ اللي بتحتاج إلى نشاط ذهني عميق أو تركيز مستمر لاستمرارها دي برضو حاجة من الحاجات المهمة قوي 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 يا جماعة التأجيل. احنا عارفين انه لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. عند الشخص اللي عنده الاي اتش دي دوت لا تؤجل عمل اليوم الى الغد بل الى بعد غد بل الى الاسبوع القادم. مش العكس. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي حاجة عندي تقرير لازم أقدمه، عندي مشروع لازم أخلصه، عندي ديدلاين في حاجة، عندي إيه إيه دايما لو الحاجة دي حاجة من اللي تحتاج إلى تركيز عميق وده بيحتاج طبعا لمجهود ذهني شديد لو ما كانش واحد عنده على أدوية أو حصل نوع من التغيير السلوكي في بعض الأمور بيبقى الأمر ده تقيل جدا عليه فيلاقي دايما عذر أنه يبتدي في حاجة تانية وأنه يعمل حاجة تانية ومرات الأعذار دي بتبقى أعذار وهي هو مجرد أن أنا بخدع نفسي أو بخدع أي حد تاني علشان خاطر إيه انا مش عايز اعمل كده ليه لانه دي بتحط جوايا نوع كبير من القلق والانكزايتي انه انا مش هقدر اكملها والمصيبه الأكتر بقى ان يكون صاحب شخص عنده اي اتش دي وكمان بيرفكشنست يعني عنده دوافع كماليه يعني يحب ان هو يعمل الحاجه كويسه قوي 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 فيبقى عنده قلق ان هو مش هيقدر يركز وعنده قلق تاني انه هو مش عايز يبتدي فيبتدي ياجل يبتدي يبقى عنده نوع من التجنب او الافويدنس عشان كده السؤال بالانجليزي when you have a task لما يكون عندك مهمه that requires a lot of thought محتاجه تفكير عميق وتركيز how often do you avoid امتى وقد ايه كم من المرات بتتجنب او delay in getting started يعني قد ايه انت بتختار انك انت تاجل في حاجات بتنفر منها في حاجات صعوبة زي ما قلت إن لما ب... بترجم أنا بحاول أترجم المعنى اللي أنا عايز أوصله أكتر ما يكون الترجمة الحرفية ففعليا التأجيل وتجنب البدء في المهام اللي بتحتاج إلى نشاط ذهني عميق أو تركيز مستمر فتدي لحد كذا مهمة يختار دايماً مهمة ويخلي المهمة الكبيرة أقول لك دي الورع عشان خاطر إيه أفضلها عشان خاطر أفضلها وتيجي في الآخر ما تتعملش خالص والسبب هو هذا الخوف وهذا القلق اللي ناتج عن إنه هو مش قادر يحتمل التركيز الشديد دوت فدي أول أربع أسئلة من خلالها نحب إن إحنا نسأل ونشوف يا ترى الشخص او الشخصيه او الولد او البنت عندهم الموضوع ده ولا ده على فكره ينفع للكبار وينفع للصغيرين طبعا المظاهر بتاعته في الاطفال مختلفه شويه عن الكبار ولكن هو نفس الكونسبت نفس الفكره ليه نفس التركيبه المخيه اللي موجوده السؤال الخامس بيقول هل لديك صعوبه في الجلوس لمده طويله دون تحريك الاطراف مثل اليدين والرجلين بطريقة مستمرة عارفين لما يكون الولد مدرس بقى لو عنده أكتر من اتنين تلاتة أربعة عندهم اتش دي في الفصل ده يعني المدرس أو المدرسة دول يعني الله يكون في عونه محتاجين نصلي لهم لأنه انت يا ابني ليه عامل زي فرقع لوز انت ليه عمال تتحرك ومش ضروري بس ان هو يتحرك يمشي من مكانه لكن طول ما هو قاعد عمال رجله ويحط رجله فوق وينزلها تحت وايده يعني كل حاجه فيه عماله تتحرك ما هوش قاعد في نوع من القلق زي ما يكون جواه فيه مش قادر ان هو يقعد عنده رغبه في الحركه رغبه في ان هو يتمشى آه، عدم القدرة على إن الواحد يفضل راكز وقاعد يسمع مثلا محاضرة لمدة ساعة يسمع وعظة في كنيسة يعمل أي حاجة تتطلب نوع من التركيز نلاقي ان في صعوبة شديدة جدا في الجلوس لمدة طويلة دون تحريك الأطراف زي الأيدين والرجلين بطريقة آه، مستمرة آه فنلاقي ان دي ايه برضه فيها مشاكل. السؤال اللي بعده: كم من المرات تشعر بوجود طاقه للحركه والنشاط الزائد الذي يدفعك لتعمل شيئا حتى ولو كان غير مهدف وكانك مدفوع بموتور داخلي. احنا بنتكلم على حد دلوقتي حتى يمكن ما عندوش حاجه معينه يعملها ولكن تلاقيه بيضيع وقته بشكل غير عادي. واللي يجيله في سكته يروح واخده فم ويرجع تاني يلاقي حاجة تانية في الوسط او دايما خط السير بتاعه سواء في التفكير او في الحركة او في القدرات المخية بتاعته مش ماشية زي ما بقول كده ده هو ماشي كده حصل حاجة طلعته هنا شوية بعد كده لقى حاجة تانية في الوسط ودته هنا ودته هنا في الاخر كل دوت غير مهدف كل ده ما بيوصلنيش في الاخر لحاجه بس الشخص اللي عنده اتش دي وبالذات في الاطفال يعني الحكايه دي بتقل قوي في الكبار حتى اللي عندهم اي دي اتش دي لانه غالبا بيبقى المظاهر اللي باينه مظاهر الى حد كبير ذهنيه لها علاقه بالتركيز اكتر ما يكون بالحركه لكن في الاطفال بالذات تحس انه ايه لدرجه انه من ضمن الحاجات الشائعه يا ابني انت مركبين فيك موتور يا ابني انت انت ايه الايه يعني حركه مفرطه شديده جدا وغير مهدفه ما بتوصلش لحاجه ده انا بنفعل بحاجه وبعد كده في الوسط الاقي حاجه تانية تاخدني وبالوسط انا مش ماشي ناحيه هدف فدي برضو حاجة من الحاجات زي ما بقول مش ضروري ان كل الناس تبقى برضو نفس الحاجة يعني يعني ممكن حاجة تبقى عالية هنا وهنا ممكن تقول دي بتحصل احيانا ودي مش كده، يعني زي ما بقول لما حضراتكم تبعتوا لنا الحاجات دي لو عايزين ممكن نبقى ندي لكم ادي رايي يعني. نمره سبعه، كم من المرات تقترف دي بقى في منتهى الخطوره ودي بتحصل كتير قوي مع الاطفال ومع الكبار ودي من الحاجات اللي بتستمر حتى بعد سن البلوغ. كم من المرات تقترف اخطاء غير متوقعه؟ نتيجة الاندفاع وعدم الانتباه للتفاصيل أو المراجعة عند القيام بمهمة صعبة أو مملة الملل الملل حاجة من الحاجات الجامدة قوي عند الناس اللي عندهم الـ ADHD زي ما بيتحرك بذهنه ما بين حاجة وحاجة بيتحرك برضه ما بين رغباته وما بين حاجات كتيرة قوي How often do you make careless mistakes Careless mistakes when you have to work on a boring uh, حاجة مملة or difficult project. خليني اقف عند الحتة دي شوية أخطاء غير متوقعة يعني إيه؟ يعني تدي الولد كتاب وتقول له إحنا الامتحان النهاردة open بوك، الامتحان النهاردة كتاب مفتوح وبرضه يغلط ده ممكن يجي له السؤال متقشر والإجابة تلاقيها ملهاش علاقة قوي ممكن واحد تديله حاجة يكتبها و... وتلاقي غلطاته كتيرة قوي لمجرد إن هو بينقلها، تدي الولد مثلا تقول إيه؟ آآ آآ زي ما بندي أطفال مثلا في الكتابة، نقول له يديله جملة وأنت تقعد تكرر الجملة دي إيه؟ عشر مرات. مش بيحصل كده في المدارس؟ تلاقي بعد تاني مرة تالت مرة حاجات كتيره طلعت حرفه كتب غلط آه، نلاقي انه العمليه مش ماشيه في خط مستقيم نلاقي حاجات كتيره قوي بتعبر عن انه المخ اللي تعامل مع هذا الامر اللي بالنسبه لي ممل اللي, اللي انا عمال اكرر انا فقدت تركيزي بعد اول سطر كتبته او تاني سطر وبعد كده انا ايه انا مجرد يعني باخد اللي قصادي عيني انا مجرد بـ بـ بعمل فطبعا عمال اعمل اخطاء وعمال اعمل غلطات الاخطاء دي مفروض انها تكون غير متوقعه صح ده بيكون نتيجه ايه نمره واحد لبعض الناس ان انا عايز اخلص ماشي واول ما اخلص يحصل لي كده نوع من ان القلق والتوتر وعدم الاستقرار اللي جوايا يروح ماشي بس انا مش عايز اقرب لده تاني فانا خلصت من الجمله ديت دي نمره ثلاثه اه لسه قدامي سبعه عايز اجري عايز اخلص ففي نوع من الاندفاع دي اللي بنسميها الامبلسيفيتي او الرعونه او الرغبه في ان انا اخلص حاجه ولان انا عندي التفاصيل ما هيش بالقدر المهم فانا ايه عايز يعني وفي وف الوسط يقول لك كله زي بعضه يبقى الانتباه الاندفاع عدم الانتباه للتفاصيل او المراجعة الناس اللي كده يعني في المذاكرة مثلا يقول لك انا قريت انا عملت اللي عليا انا قريت الفصل الفلاني طيب قريته تاني هقرا بكره طيب جاوبت على الاسئله اللي في اخر الفصل علشان خاطر توري لا بس انا قريت الفصل كله طيب لو جينا بكره انا مش فاكر ولا كلمه منه ليه مش بس لان انا ما اتبعتش الاسلوب الصح للدراسه لا هو في طبيعه المرض دوت او طبيعه الـ الـ بيسموها المتلازمه بالعربي يعني او الديسوردر دوت انه الواحد جواه نوع من الاندفاع ان هو يخلص، هو عنده نوع من القلق. اوكي؟ انا مش فارق معايا ان اخلصها صح قوي، انا بس عايز اخلص من ديت لان دي عامله لا توتر. اي حاجه زي كده، فحياته كلها فيها نوع من الايه؟ من الـ 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 الحركه يعني زي ما يسموها هايص ولايص، يعني ايه؟ دايما بيتحرك سريع وبيعمل حاجات كتيره قوي في الاخر تلاقي الانتاجيه تعبانه جدا. ماشي؟ ليه للموضوع دوت قل له بقى راجع اللي انت كتبته مصيبة يبقى دخل في مشكلة تانية طب ما عم انت لسه قاعد ايه؟ طب ما تلحق تراجع طب ما تحل الأسئلة اللي وراها أنا بتكلم بدي أمثلة طول ما أنا ماشي يعني وهكذا بقى في حاجات كتيرة تانية واحد بيشتغل مهندس مثلا وعنده الموضوع دوت تلاقي فيه أخطاء غير متوقعة سواء اخطاء حسابيه سواء هو راجل اركيتكت يعني مهندس معماري بيعمل حاجه وكده والمشكله المشكله انه ده مش بيسبب له نوع شديد من الالم انه التفاصيل دي ممكن تعمل بلاوي كبيره انه بسببها مثلا ممكن مبنى يتعطل او كده يعني الحاجات اللي ورا حاجات صغيره ممكن تبقى ضخمه كبيره جدا لأن ما بفكرش لقدام فكره البلاننج او فكره آه ان انا ابص لقدام التخطيط دي حاجه من القشره يعني دي ذا آه كورتكس دي القشره المخيه الاماميه بتاعه الفص الامامي دي حاجه من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم عليها فدي ضعيفه دي تعبانه فبالتالي ما بفكرش فيه الال او النتائج المتوقعه بالذات لو الموضوع ده صعب او ممل حاجه كمان برضو من اللي بتعمل في النقطه دي بالذات انه مرات كتيره السرعه في الحكم على حاجه معينه دون ال دون التركيز بمعنى هيقول لك دي سهله انا عملتها قبل كده كتير فبالتالي يكون جواه نوع من الكومبليسنسي او نوع من التهاون, التهاون 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 ده اتوجد نتيجه ايه نتيجه ان هو استجاب لرد الفعل الاولاني الحاجه هو على فكره ما قراهاش كلها عشان يعرف اذا كانت صعبه ولا سهله يقول لك انا اخد دوت هاخد من القديم واحط واغير مش عارف ايه بس الموضوع مش كده الموضوع يحتاج الى نوع من التفكير والتركيز ماشي فبالتالي ما تبقاش فيه مراجعة الأخطاء بتبقى أخطاء غير متوقعة والاندفاع وعدم الانتباه للتفاصيل دي بتبقى حاجات كبيرة ومهمة النقطة الثامنة وعايز أتحرك بسرعة عشان خاطر الناس الموجودين على الخط كم من المرات تجد صعوبة في العثور على أشياء وأدوات في المنزل أو العمل آه كل يوم يقعد نص ساعة الصبح علشان خاطر يلاقي المفاتيح بتاعت الشغل عشان يلاقي البطاقة بتاعته عشان خاطر يلاقي المفاتيح العربية علشان خاطر يعمل ينسى حاجات في حتت مش مفروض ينساها ليه؟ هو لأنه أثناء ما هو بيأدي هو مفيش أي نوع من التركيز هو كل اللي عنده إن هو يخلص من التوتر اللي جاي مع الأمر أو جاي مع المهمة ماشي فبالتالي يروح حاطط تليفونه في اي حته يدور عليه ما يعرفش يلاقيه ولو مصيبه لو هو كمان ايه سايلنت فبالتالي يقعد يضرب عليه برضه مش عارف يلاقيه وهكذا دي بقى بتحصل في يعني دايما في صعوبه في العثور على الاشياء او الادوات في المنزل او العمل المشكله بقى هي اذا كانت الحاجات دي ليها علاقه بحياتنا ناس تانية او ب يعني تخيلوا ان في طبيب مثلا عنده المشكله ديت او تخيلوا ان في حد مسؤول عن ناس عواجيز وعنده المشكله ديت او حريقه قامت في البيت وهو مش قادر ياخد العربيه بتاعته لانه مش لاقي المفتاح عشان خاطر يقدر يجري ويطلع فيتحرق البيت وتحرق العربيه وهو ممكن يتلط كمان لانه عمال يدور والدنيا حريق انا بدي امثله لحضراتكم قد ايه انه حاجات بسيطه وصغيره لانه مفيش تخطيط انا مش متوقع ما هو النهارده زي بكره زي بعده فبالتالي في صعوبه شديده في الموضوع دوت فالناس كتيره يعني بيعدوا بيه النقط ديت خش على نمره تسعة كم من المرات تجد صعوبه في الحفاظ على تركيزك الذهني وبالذات عند القيام بمهام مكرره او رتيبه دي برضو مهمه أوي ويعني يمكن اديت بعد ليها وانا بتكلم همشي بسرعه آه نمره عشرة كم من المرات تجد صعوبه في التركيز ومتابعه الكلام المسموع من الاخرين بطريقه جماعيه عامه او حتى شخصيه مباشره يا بني ادم هو انا مش قلت لك كده ده انا كان عيني في عينك وقلت لك كده اه بس لان كان في ضعف التركيز وانا بسمع ففي الاخر انا ماشي ومعايا تراطيش الموضوع الفكره العامه بتاعته فبنفذه بناء على انطباعي اكتر ما يكون انا كنت سامع اللي بيتقال. او في حاجه عامه سواء رحله، سواء محاضره في الجامعه، سواء كلاس في المدرسه وهكذا. الحاجات دي بتبقى الحاجه الثانيه هو نمره 11 كان بسهوله يتشتت انتباهك بسبب مؤثرات خارجيه كالكلام والحركه والضوضاء. دي طبعا مشهوره جدا. طفل يقعد يذاكر وبعد كده يسمع صوت تلفزيون جاي مثلا من الحاره مش عارف من ايه الفريق القومي جاب جون في البطوله الافريقيه اللي جايه فالناس كلها قامت في حتت كتيره قوي في نفس المنطقه فالدوشه دي عملت لي طب ما اروح انا اتفرج اشوف عملوا ايه بتاع يا ابني انت عندك امتحان بكره مفيش فايده التشتيت الانتباه بسبب اي حاجه لازم يبقى قاعد في غرفه مصمته علشان خاطر لا يبقى في ضوضاء ولا في حاجه ولا في اي حركه او حراك من حواليه لان كل حاجه يا بتشد انتباهه يا بتشد ذهنه يا بتشد عينيه او غيره هجري بسرعه شديده جدا وانا اسف للناس الموجودين على الخطوط من فضلكم سيبوا الاسئله وانا هجاوب عليها بس علشان خاطر احاول اخلص دي باقصى سرعه. نمره 12 كم من المرات تجد نفسك قلق في مكانك وتنتهز الفرصه لتجد عذرا للحركه. مش قاعد على حيله. الراجل اللي عنده ده معش قاعد على حيله. وعنده دايما طب للاطفال مثلا استاذ انا عايز اروح الحمام. مش مش ايه؟ وهكذا حتى وهو كبير هو مش قادر يقعد ف تلاقي حركته البدنية أكتر بكتير جدا من إنتاجه فبرضه هجري بسرعة في الموضوع دوت نمرة 13 كم من المرات تترك مقعدك في اجتماع أو مناسبة رغم أنه غير لائق وغير متوقع برضه دي حاجة من الحاجات أنه اجتماع مجلس إدارة كنيسة أي حاجة زي كده تخيلوا حضراتكم إحنا الكنايس عندنا شكلها إيه عشان خاطر الحاجات اللي زي كده آه، نمرة 14 كم من المرات تجد صعوبة في التوقف عن الكلام وبالذات في المناسبات الجماعية آه، دي برضو حاجة من الحاجات انه الموتور دوت في بعض الناس ممكن ما يكونش في رجليهم ما يكونش ما يكونش في ايديهم ممكن في تفكيرهم يكون في لسانهم فيقعدوا يتكلموا ويرغوا ويخشوا من موضوع لموضوع مش قادرين في الاخر ان هم يحصروا الموضوع ده طب هم عايزين يوصلوا لايه؟ هم عمالين بيضربوا بيهدفوا وكده فبالتالي آآ آآ مفيش اي نوع من التركيز. نمره 15 اثناء الحديث كم من المرات دي بقى غير عاديه دي مهمه جدا جدا جدا. مش قلت لكم قبل كده ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. ادي آه الايه اللي بتتكلم عن الموضوع ده الاي دي اتش دي الشخص غير صبور ولانه ما بياخدش الامور بالتفاصيل فبالتالي على طول واحد بيتكلم اه انت قصدك كذا ويروح مكمله يا عم انا ما تديني فرصه اكمل كلامي اللي انت فهمته ده غلط خالص وايه في مرات انه وده بيحصل ما بين الازواج والزوجات تبتدي تقول كلمه انت عايز تبني على الكلمه دي حاجه وعلى موقف وبتدي مثل ملوش دعوه بالوضع الحالي انت بت أه انت تقصد كذا هو يعني بالظبط ايه يقولك ده خد الكلمة من بقي رعونة عدم اهتمام بالتفاصيل عدم صبر اه لغاية ما الواحد يخلص كلامه ولكن ايه أنت بقى تكمله أو تعلق عليه بغير انتظار للنتيجة التهور في الفهم او الرد فترد على حاجة تانية أو يحصل كتير قوي اوي, أوي. يا فلان عايزين نبقى نعمل كذا احنا في الشغل دلوقتي يا فلان وعايزين نعمل حاجه الفلانيه طب ماشي اه تحت امرك خلاص اعتبرها خلصت يا عم وانا كملت انا قلت عايز اقول ايه انت فهمت حاجه معينه عملناها قبل كده بس انا قصدي على حاجه جديده خالص ماشي معايا في البتاع الاطفال برضو ممكن يكون عندهم كده آه نمره 16 كم من المرات تجد نفسك تقاطع الاخرين او تعطلهم حتى لو كانوا مشغولين اي 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 ليه؟ لانه انا جوايا الموتور. 17 و 18 هقولهم كم من المرات تجد صعوبه في انتظار دورك سواء في الكلام. عارفين الاطفال لما يكون مثلا عندهم حاجه في المدرسه انا يا استاذ انا يا استاذ. ا ا ا ا ا ا على طول انا عندي الرد حاضر او حتى ما انتظرش دوري لما يجي الاستاذ يقول لي اتكلم انت او اتكلمي انت. لما يجي ا ا تتخيلوا انه المحاورات الكتيرة جدا اللي بتحصل وال يعني المناظرات اللي بتتم بين ناس مختلفين اتفرجوا على التوك شوز اللي على التلفزيونات العربية أو بعضها هتلاقوا نمر 17 دي ممثلة الحقيقة بطريقة يعني فاخرة جدا عدم القدرة على الانتظار الدور أو في مواقف تستدعي الانتظار التتابعي المتسلسل ما أقدرش أقف في مكاني علشان خاطر إيه أخد التذكرة أو أخد الفرخة من الجمعية أو أعمل حاجة الفلانية ما ينفعش نمرة 18 كم من المرات تجد صعوبة في الوصول إلى الارتخاء الذهني والراحة حتى عندما تتاح لك الفرصة والوقت المخ شغال على طول الموتور ما بيقفش و طبعا ده غير حد ممكن يكون مشغول جدا سي اي او بتاع شركة كبيرة وعنده مئات الحاجات لكن هنا بيتكلم على واحد فاضي حتى وهو فاضي تلاقي انه هو نفسه مش قادر يصل الى حالة من الارتخاء لا الذهني ولا الراحة الجسمانية اللي بتتيح لي الامر دوت زي ما اقول لحضراتكم اللي منكم عايز ياخد دوت بصورة ممنهجة وعايز حتى مش ضروري تحط الاسم ابعت لنا على ال... يعني او حضرتك ممكن تبعت عشان تديها لابنك او بنتك او كده وتحب انك تبعتها لنا باك انا تحت امركم لو حبيتم ان انتم تكونوا معانا دي اسئله 18 سؤال مهمين قوي هيساعدونا ان احنا نقدر نعمل نوع من التشخيص ونشوف كمان ايه النقط القويه وايه النقط الضعيفه، ايه النقط اللي لازم يكون فيها تركيز على العلاج، ايه الحاجات اللي تحتاج إيه الى علاج سلوكي وايه الحاجات اللي تحتاج إيه الى علاج دوائي، ده هيكون موضوعنا لما اتقابل معاكم بنعمه ربنا في المره الجايه من ابيض من تاني، وبتاسف لكل الناس الموجودين على التليفون وارجوكم تتركوا رسالتكم، ربنا يبارككم تصبحوا على خير واراكم في حلقه جديده من ابيض من تاني.